في شوط أول لم يلعب، تعادل سلبي بين الأهلي وفاركو بدون أهداف. ده ملخص الشوط. فاصل نرجع نشوف آراء محللنا الكبار في أحداث الشوط الأول. انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي وشوط ضعيف فنيا من فريقين. مظبوط كلامك. ما هو أنت أقول لك على حاجة كابتن أيمن. أما يبقى عندك بيرستاو ووليد سليمان وقوة برضو ضربة ومصمم إنك بتلعب بمكسيوني، وأنا قلت لك هتضيع وقت في أول قبل المباراة. أنت بتضيع وقت، بيضيع منك شوط كامل، وأنت حارب بقى في الشوط الثاني، وقلنا إضاعة الوقت بقى الطبيعية اللي هيعملوها الفرقة اللي قدامك، اللي كل شوية هيقع واللي هيمسك رجله، وهتبتدي في الضغط النفسي عليك وهتبتدي تلعب بسرعة، مفيش هدوء مفيش أي حاجة. انت عندك تلعب، لازم تلعب بكل امكانياتك، في ضمان او جارانتي لكل امكانياتك؟ لا، بس لازم يكون في لعيبه كره موجودين في الملعب يقدروا ينفذوا. ايه ذنب حسام حسن وزياد طارق وديانج وقفشه ان مفيش معاهم؟ في اتنين لعيبه قاعدين تحت بره على الخط، ان دول ما يكونوش موجودين جوه الملعب. ابني عليهم، عندهم في فرديات لبرتيتاو، في لوليد سليمان، ومحمد محمود اعتقد انه ممكن يكون ليه دور برضه في مالي خط النص والزياده العدديه مع ال 18. فلازم تستغل كل ظروفك. الحكايه كل الوقت كله ضدك، وانت ما شفناش حاجه خالص في الشوط الاولاني عشان نبني او نتكلم عليها يعني. كابتن علاء، شوط اول سلبي نتيجه واداء من ناحيه الاهلي. خلينا نتكلم، هو ده كده في صالح فاركو. احنا خلينا نتكلم بالعدل الكوره يعني. من ناحيه الاهلي انت ما عملتش حاجه خالص، من ناحيه فاركو لا، فاركو بيلعب كرة سهلة جدا، هادية جدا، لأنه مفيش ضغط في حدود إمكانيات. وإمكانياته لا، إمكانياته مساعدة، بيستلم بيسلم بيتحرك، عمل عليه خطورة. أنت مش باين لك شكل يا أيمن، اللي ضايقك أنت مش باين شكلك إيه في الملعب، ولا أنت بتدافع ولا أنت بتهاجم، إيه شكلك؟ وده اللي بيلعب إزاي؟ ما هي دي المشكلة. مش بيلعب أربعة، بيلعب ثلاثة. ثلاثة أربعة ثلاثة. بيعتمد على محمد مجدي جنب الو ديانج، وطبعا بس مكسوني جوه على طول. قرار خاطئ جدا مكسوني يا جماعه، للمره مليون لعيب مش ملتزم بمكان، هتلاقيه بيتحرك يعني جوه على طول براحته كده، زي ما يتودي رجليه بيقولوا يعني. لكن انا بتكلم على انا ما احنا بنتكلم في اخر السودو، كنا انا وعاد وانت بتتكلم على الطريقه، بقول لك انا خايف ان نص الملعب يتاخد منك في فرق. نص الملعب يتاخد منك يا ايمن في اي مباراه، انت لا حول ولا قوه ولا دفاعيه ولا هجوميه. نص ملعب مش موجود، ديانج مهما كانت قوته وبيتحرك ويروح مش هيقفل نص ملعب لوحده بالعرض كله. صحيح. الى جانب ان يعني كل فرقتك بره الخدمه، يعني حتى زياد طارق النهارده بيزود شويه في الكوره، المفروض لازم يعني واحده واحده. من وجهه نظري لازم تغييرات وبسرعه، ما استناش من بدايه الشوط، من بدايه الشوط الثاني لازم تغييرات بسرعه. انت ما عندكش وقت تضيع وقت في الشوط الثاني كمان، والوقت يجري منك وتبدا تضغط وتتلعب كور. انت اسامه يعني بتلعب كلها طور عاليه ما لهاش حاجه. فتخيل مثلا الوقت يعدي كمان يبقى شكلك ايه. فلازم تغييرات وبسرعه شويه الشوط الثاني، ونلعب بهدوء شويه ونعمل ضغط على فرقه فاركو. صحيح. كابتن عادل، شوط للنسيان اكيد من جانب النادي الاهلي. اكيد انا مش شايف طريقه فيها انتظام. قلت لك كابتن ان هيروح منك نص الملعب فقبل الماتش، لان بالطريقه ديت مكسيوني وزياد طارق قلت لك مش هيدافعوا كويس، وهيبقى عندك اليو ديانج وعندك قفشه هيتاخد منك نص الملعب. التعديله بسرعه لازم تحصل، واحد من الثلاثه الرباع الثلاثي اللي ورا ده، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يخرج يرجع علي معلول، يبقى يلعب باثنين، وعلي معلول يبقى الثالث ناحيه الشمال، ومحمد هاني ينزل ناحيه اليمين، ويبقى اليو ديانج وقفشه، وينزل واحد زي باسل بيرستاو مكان مكسيوني، ومحمد محمود ينزل في نص الملعب كمان، يبقى اتنين في نص الملعب، اليو ديانج ومحمد محمود وقفشه، يبقى زياد طارق و بيرستاو وحسام حسن في الوقت ده. وبعد ربع ساعه 15 دقيقه ما جبتش جون، لازم تنزل وليد سليمان وتشيل واحد من نص الملعب، او تنزل زياد طارق وينزل وليد سليمان. بالطريقه دي ممكن تجيب جون وممكن تعدل اللعب. نتمنى ذلك ان شاء الله. كابتن بلال، شفنا الشوط الاول عدم وجود حلول هجوميه خالص، ما خلقناش فرص، حتى ما كانش فيه تسديد على المرمى تقريبا، ما كانش فيه خطوره على مرمى محمد صبحي تقريبا يعني، الا من كره طائشه يعني. حلول الشوط الثاني؟ الحلول يا كابتن ايمن لازم يعني الاول تبقى من عند اللعيبه في الملعب، لازم يبقى هي عندها حلول. ف
فردية يعني بخلاف طبعا الحلول التكتيكية يمكن كباتن اتكلموا في طريقة لعب النادي الأهلي والتغييرات المفروض تتم، مين يلعب قدام مين يلعب ورا، مجدي قفش واضح انه مش قادر يلعب 8، قلت فنية تكتيكية بخلاف الروح والشخصية. طبعا بخلاف الروح ده الأهم، ده 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 يعني احنا مش عايزين يعني نقعد نتطرق كل ماتش لحتة الشخصية والروح والقتال والإمكانيات، وأنا مش بالبلد يعني مش عايزين اللعيبة يعني يرموا الفوطه يعني مش عايزين بالزبط. يعني احنا النادي الاهلي ما تعودناش، خد بالك حتى لو الدوري مش لينا، حتى لو خسرنا بطوله بالزبط. الدوري حتى لو احنا حتى لو رسميا خسرنا بطوله الدوري العادي فما ينفعش يبقى احنا ايه ادائنا اللي هو ايه تحصيل حاصل، لا احنا ما تعودناش على الكلام ده خالص على الاطلاق. فالنهارده مطلوب قتال من اللعيبه داخل الملعب، مدير الفني قاعد بره، مجدي واضح ان هو بدنيا مش قادر يشتغل حته 8 النهارده بالزبط. فممكن لا خلاص لو انت مش قادر 8 ولابد من وجوده في الملعب يبقى قالب الطريقه، غير بالظبط، غير العب 4-2-3-1، حطه هو تحت راس الحربه، لان مفيش تعاون ما بين الثلاثي الامامي النهارده مش واضح على الاطلاق، مش واضح ليه يا كابتن، لان هو امكانياتهم وقدراتهم اللعيبه اللي قدام ما تمشيش في 3-4-3، الاثنين الوينجرز في 3-4-3 محتاجين سرعه، محتاجين قوه، محتاجين مهاره عاليه جدا، محتاجين الثلاث حاجات عشان يبقوا افكتيف في الملعب، يبقوا مؤثرين، يبقى ليهم قوه وتاثير في الملعب. مش موجود ميكي سوني دايما ضمم لقلب الملعب، فبالتالي انت عندك علي معلول هو اللي بيلعب جناح الوحيد، لما حتى الكره بتجيله هو عايز يبتدي يعمل كروس باس من بدري قوي، من بدري قوي، واخد بالك، في حاله ان انت كمان ما عندكش يعني زياد طارق مش راس، مش اللعيب اللي يقدر يلعب لك، يبقى راس حربه تاني ما يكملش، ما يلعبش في دماغه، ما يلعبش جوه ال 18، فانت بتفتقد حتى في العرضيات وجود اثنين مهاجمين داخل ال 18 للاسف الشديد. لبعد مجدي قفشه كمان المفترض ان هو يكمل في ال 18 كراس حربه ثالث، مش متواجد، تمام، مش متواجد داخل ال 18، فانت بالتالي الكرات العرضيه ما هو عشان هو مش قادر يلعب 8، عشان الطريقه 8 صعب عليه، هو واضح ان النهارده برضو يعني ولا حتى قريب اخر الموسم، فاكر الكره اللي اتردت كابتن شريف اتلعبت بالعرض من هاني وتردت ما لقيتش حد خالص، هي مناطق جري، هو مش متعود على مش بتاعك، مش بتاعك، عارف يا كابتن شريف 3-4-3 انت بتستخدم لونج باس كتيره جدا المفروض في الحته دي. بلال ايه رايك دايما الاثنين الوينجرز يبقوا سرعه جدا ودايما يعني يقظين وشغالين على طول، اللي هو اللي انا كنت عليه بيتكلم كده. انا عايز اسال على شكل معين، ميكسيوني وزياد يطلعوا وينزل وليد سليمان وبيرسي تاو، الشكل ده يخدم ولا ما هو عادل قال اثنين ينزلوا بس وليد يعني تغييره يتاخر شويه على الشكل الهجومي ده. هو انت المشكله مش مشكله انك الهجوم بس، مشكلتك ان انت فاقد نص الملعب. مظبوط، معلش معلش انت لازم ينزل، لازم لازم يبقى في حد مع ديانج في نص الملعب، محمد محمود على الاقل. انا ممكن اقعد صح، على الاقل تبقى دفاعيا انت واقف صح، لان انت ولا عارف تدافع كويس قوي ولا بتبني الهجمه كويس، هي دي مشكله، ولا ماسك نص الملعب. ما هي دي بص ايمن لو نص الملعب اتاخد منك انا بقولها كلمه هي على طول الموضوع منتهي تماما، دفاعيا هجوميا انت بتبقى في مشكله. انت عارف يا كابتن خاصه ايه؟ خاصة وانت كمان يعني انت النهارده ممكن تسيب نص ما بتاخد منك، لكن تبقى انت محضر للمرتده على اثنين صراع اقوياء بيلعبوا على الجول كويس، يعني بس بلاد متاخد منك بس من خطوره جامده، انت اللي سايب نص الملعب عشان بتعمل حاجه ثانيه. صح، طب الحلول من الدكه الشوط الثاني نزول، بص هو برده عندك الحلول بره مش كتير يعني انت برده لما تيجي تبص متولد ميدفيلدر او سنتر باك، عبد المنعم سنتر باك، محمود وحيد باك ليفت باك، محمد اشرف ليفت باك، مفيش غير بيرسي تاو ووليد ومحمد محمود. محمود من وجهه نظري ممكن يكون له دور، هو لعيب كوره كويس، ايوه لعيب كوره كويس، ويطلع كوره كويس، بيعرف يكمل كمان، يطلع ايمن اشرف او ياسر ابراهيم، ممكن يا كابتن يعني ممكن تستغنى عن واحد من الثلاثه اللي ورا بطريقه اللعب وتنزل محمد محمود، فيبقى وهو ممكن مع مجدي قفشه وممكن لا يعني على حسب. لا مجدي قفشه يبقى قدامه، ما انا بقول لك ممكن يلعب غير الطريق ماشي ويلعب مجدي قفشه يعني رقم 4-2-3 بالظبط، ويلعب هو رقم 10 ونبتدي نعدل بس نفسنا في الملعب شويه عشان يبقى لينا كمان. وليد سليمان نازل ان شاء الله، سمعنا ان وليد سليمان نازل باذن الله، ما نضيعوش وقت، بس نتمنى تغيير الشكل الشوط الثاني وتغيير نتيجه لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.